السلام عليكم حبيباتي صحباتي خواتاتي متابعاتي، يمكن تكون بواحد الفكرة هكا بهذا الحاشية تاع البنك اللي قاعد هكا بهذا يعملوا هاد الوحدات هكا، دونك حابة ندير لكم شين هكا دوك غادي يديروهم باش تحطو ثاني هكا قصيت هذا الطوال هكا هكا صغير هنا دايمين طوال هكا نبداو العمل تاعنا على بركة الله نبداو نديرو في الرجل الصباع الثاني تاع الرجل الصباع هذاك الكبير اللي فيه نديرو هكا زيد ترباقة زيد هم زيت تبع خليت الجوف صبعة الثاني تاع الرجل هكذا نص خليها نزيدو الثانية ندورو هكذا هدي الثانية هكذا نحطو شوية نسيبو نبي درس فيه لا تلصقو في يدي هكذا وي تلصق تلصق نزيدو نجيبو الوردة الثانية نحطوها هكذا نزيدو نطوزيوها على هادي نصبها هكذا هكا يلبسو هادي فيات هكا لي بتيت في نقولها البنوتات هكا صغيرين ربع سنين خمس سنين ست سنين تسير 12 سنة يلبسوها حتى لبنان كيدعو هكا من فانتون هكا يلبسوهم البنات من بعد هادو الشرائح اللي درتهم من هذا الدبلة هادي ولا الحاشية تاع زاوية زاوية تسان نزيدو ندورهم على ظهر على خلف نحطو السيليكون هادو أسهل حاجة سهلة هكا نحطيهم هكا على الجهة هادي نحطيها ومن بعد زيدي تحطي الجهة هاتني ذلك تشوفي كيفاش تحطيهم كيلبسوهم في الصيف هكا يروحوا للبحر يروحوا هكا عيد في العيد ثاني يلبسوهم في الأعياد هكا في المناسبات على كيف باهي يسيبو في الصيف يسيبو في الحال سخون يلبسوهم باهي يبانو يلبسوهم على الشماع هكا عيان هكا كي ترونسبارون كلي هكا كي تنقولو تدخل هكا للدار تنحيو تبقى بيهم هكا فوق الزربية ولا تجي حاجة بريزونتابل هكا هما يعني نداروهم على شين يعني في لي با هكا شغل زي لي با القماش الحمري با
الإيطاليين بقى هما داروهم هكا بالصباع ولبسوهم مع الكلاكات ولا حاجة، ولا باش بقى ترونسبارون يبانو روعة، يبانو هايلين. ايه بون هكذا دوروهم من الخلف هكذا، وشوف نقصوا شوية من هذا، نقصوا شوية من الرولو هكا، نقيسوا عليه هكذا هكا، هذه الثانية باهي ترونفورسي باه ما تطيروش، رونفورسي و باه يحكمو مليح. بون هاني درت هادي، نزيد ندير هادو. اسفة على هاد الأصوات على لي كاميون ولا الشاحنات يعديو علينا، بيسك حنا جايين على البولفار، يعدي علينا البوادو كارات الكامل الكماين تما تاع سعيد خرج في الفيديو. هذا الصوت أصواته كان مزعجة، سامحوني مشاهدية. هاني درك رونفورسيتهم هكذا من لورا باه ما يزيدوش يطيرو. بون نزيدو ندور على الكوت دوتر كوتي لافاش تاعهم، هادي ها لافاش تاعهم. بون حسنيو ودرك نزيدو نجيبو الخرز هذا نخليو شي سامبل نديرو لها هاك وحدة هاكا الحق صدق الله العظيم. أنا العصر وأنا قاعدة نخدم، ربي يتقبل صلاتنا وعبادتنا. ها هكذا بون، هادي حاجة خفيفة ظريفة. اليوم فيديوهات كل تاعي لي درتهم خفاف ظراف هكا، نتمنى ينالو رضاكم وينالو اعجابكم. هاني وليت لكم الفيديو، هاني خلصت هادو ودوك نعت لكم تاع ياسمين. ها تاع ياسمين هاهم بالقالون الاخر، ها الورد وتاع جيجي اختها هاهي درت لهم هاهم زوز وتشكل واحد ورجليه. هادو تاع ياسمين وجيجي وهادو تاع رشا نعم. وبديت ندير تاع في الدوغي درت لبنتي الساع، هاني درت هادو الدوغي ما كفانيش هاد القالون الرهيف، هذا الرهيف هذا مش هذا اللي فيه في الورد. وهذا هاني خلصتها شوفوا ها هي، وما كملتش تاع بنتي زعما راح نكمل لهم ليهم. انا هادو عندي هذا لي سامبل اللي خلص لي، راني نبعد راني نبعد نزيد نكمل لهم بيسك راني نعتهم ديجا. هذا هو الفيديو ومن بعد راني نكمل لهم الدوغي ونديهم لهم. ليسونسيال هذا هو الشكل النهائي تاع هادو خلخال الرجل، يتحطوا هكا الصباع الثاني تاع الرجل هذاك الخشين اللي في النص ويدخلوا هكذا هكا باغ اكزومبل، ويدخلوا هكذا في الرجل في الصباع الثاني ويتربطوا على لا شوفي هكا. اي كيف تتربط تجيبيه خالفيهم هكذا خلفيهم هكذا، راه جيبي هذا لهنا وجيبي هذا لهنا وتربطيهم في لا شوفي وديري ان نو هاك. هذا هو الاخر النموذج تاع اليوم، ونتمنى ينال رضاكم وينال اعجابكم ولي فان تاعي ميم المشاهدين ميم لي مش ابوني. ان شاء الله هام هادو تاني في العرس الحق البنوتات يديروهم في العرس ويروحوا بهم للعرس، يجيو هايلين مع الصنادل مع هكا وكينحيوجو في الزربيه هكا يمشيو هكا بالحفا وهادو من فوق هكا فوق رجليهم يجيو هايلين. المهم ليسونسيال هذا هو الشكل النهائي تاع اليوم تاع النموذج تاع اليوم، وان شاء الله ينال رضاكم ينال اعجابكم. وما تنساونيش في اللايكات والاشتراك تعليق لي فان تاعي مام الجدد مرحبا بهم، ونقول لكم سلام.